يا أستاذ ديفيز، في أي جديد عندك؟ الدنيا شغالة تمام جدا، شاطر يا ولد. مبسوط بالمساعدة، لو حصل حاجة اكتب ملحوظة في التطبيق. لحظة واحدة، معايا حاجة ليك، هي بسيطة بس عشاني؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها عشان الشخص اللي أنقذ وظيفتي. حلو حلو، ودلوقتي هرجع. ازيك يا مايلز؟ لسه واصل أوروبا. قول لي عن يومك الهوا كسبايدر مان لوحدك. كويس، اكتشفت مؤامرة في الحي عندي. طبعا، عندك خطة؟ بحاول أخطط وأنا شغال. هي دي أهم حاجة في سبايدر مان. لو احتاجتني اتصل بيا. بيني وبينك قرارات بس تمام. طبعا يا صاحبي. وشكرا على الهدية، تحفة. استحقها. امشي محتاجاني، لازم امشي. سلام. بقول لك ايه، حوار انك صلحت محطة المترو سمعت قوي على التطبيق. عندك طلبات كتيرة قوي، يعني مثلا في من محل تيو. الراجل ده تحفة. لازم اشوف الحوار ده دلوقتي، المدينة معتمدة عليا. احنا تقريبا التطبيق رقم واحد في المدينة دلوقتي. ابقى بص عليه لما تخلص موضوعك مع عمك. هو لسه ما يعرفش ان انت صح؟ كذا مرة كنت هتكشف بس لحقت نفسي. هشوف التطبيق لما خلص. سلام. ارفع راسك يا سبايدر كيد. لازم ارجع لفين لما اخلص من مساعدة عمي. اهلا سيد ديفيز، خلاص قربت. يا سبايدر مان لازم تنجز، المجتمع السري هنا بيحطوا قنابل على السكة. قنابل؟ بجد؟ ما عجبهمش انك بتصلح الحاجات. هوصل هناك في اسرع وقت، خلي بالك وما تخرجش بره. لازم اخلص منها. اظن انا في امان دلوقتي. الوقت بيجري مني. ما ينفعش نخسر المرة دي. أكتر على السكك العلوية. لازم أخلص منها. انتهيت.
كمان عند التقاطع. حاضر. فاضل واحد. أصابته. أنا هموتك من الضرب. هنقتلك. هو ده فعلا؟ يعني امبارح بالليل تعرف ان النيو فورم هيتنقل بالقطر، والنهارده تهاجم القطر ليه؟ عشان توقف النيو فورم؟ عشان تسرقه؟ امبارح بالليل تعرف ان النيو فورم هيتنقل بالقطر، والنهارده تهاجم القطر ليه؟ عشان توقف النيو فورم؟ عشان تسرقه؟ مش هتوقف نجحت يا ولد، القطر رجع اشتغل والمجتمع السري انتهى، شاطر قوي. خلي صاحب البيت يعرف ان عندي القطر الجاي هيوصل خلال 5 دقايق برضه.